بعد أيام قليلة من فتح منفذ الشلامتشو الحدودي بالتنسيق بين الحكومتين المركزية والمحلية، عودت الفواكه والخضروات أسعارها ما قبل أزمة كورونا. كيلو الطماطم بأربي ب 500 دينار وبالبصل ب 2 إلا ربع وبالفين. وصل ايش قد؟ وصل 2000 دينار، 2000 إلا ربع. هسه اليوم من 2000 2000 إلا ربع اليوم ب 1000 دينار الجوال، هاي البصل السيارات المتجولة ب 1000 دينار. البصل نفس الأسعار. هو قلت لك بس الطماطم تغيرت عندنا، الخيار نزل ب 1000 وكان ب 1000 ونص صار ب 1000 وربع. أي. نعم. بعده. السماح بالاستيراد مجددا زاد من المعروض ليؤدي إلى تنافس البقالة وصولا إلى الحد الأدنى من الأسعار، وفي ظل غياب الرادع القانوني أسوة بباقي الزوايا الاقتصادية، اختلفت أرقام البيع بين سوق وآخر. ماكو تغيير، يعني ما صار اكو تغيير، انخفاض ضئيل جدا، يعني 500 ألف عن الكيلو. بقية المواد الأخرى كلها ارتفعت نفس سعر الدولار، بالعكس الدولار اليوم 47 إلى 46، ارتفاع شاسع بالمواد الغذائية. شنو وهي عدة أعمال الأسبابية؟ أولا وقوف بالدرجة الأولى المنافذ الحدودية بالدرجة الأولى. إعادة فتح الاستيراد للفواكه والخضروات لا يجدي نفعا دون معادلة التوازن بينه والمنتج المحلي، فبحسب مختصين اقتصاديين ستعود مطبات الارتفاع ما لم يعلن يوميا من الجهات الحكومية عن أسعار البيع ومراقبتها. تجنبا للتلاعب بالأسعار داخليا، فتح منفذ الشلامتش الحدودي بقرار الحكومة المحلية تنسيقا مع حكومة المركز ساهم بمساندة الفقراء. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.